السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يطعم العبد مما يأكل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فالمصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما زال يعقد الأبواب المتعلقة في رحمة العبيد والمماليك والخدم، وذكر هنا قال: باب يطعم العبد مما يأكل، يعني يطعم السيد العبد مما يأكل. وسبق هذا باب إذا كره أن يأكل مع عبده، وسبق شرح هذا الباب. هنا قال: سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بالضعفاء خيرا، وهذا على سبيل الدوام، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبغوني الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأمته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة ذلك أنه كان يقول: أحرج حق الضعيفين، كان يحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما ويوصي كثيرا بهؤلاء الضعفاء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم خلق الرحمة في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية: قال: أوصى بالمملوكين خيرا. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي خيرا بالناس أجمعين، وخص المملوكين هنا لكونهم ضعفاء، ولكون الأسياد ربما يتجاوزون عليهم بالتعذيب أو بالضرب أو بالتجويع مثلا، أو بتحميلهم ما لا يطيقون، ولذلك طبيعة النفس البشرية أنها نزاعة إلى الظلم، وظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فهنا أوصى بهم خيرا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالناس خيرا على سبيل العموم، خص المملوكين هنا لكون هؤلاء المملوكين ربما يكلفون من العمل ما لا يطيقون، وربما يستضعفهم السيد ويمارس عليهم شيء من الظلم أو شيء من العنت. المسألة الثالثة: أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالمملوكين بأن يطعمهم الإنسان مما يطعم، ويلبسهم مما يلبس، وأن لا يعذبهم. وسبق بيان أن إطعام المملوك مما يطعم الإنسان على سبيل الفضل لا الفرض، بمعنى أنك تطعمه من جنس طعامك هذا فضل، وتلبسه من جنس لباسك هذا فضل، وأما الفرض فهو أن تعطيه
الضروري، يعني القوت الذي يقيم أوده واللباس الذي يستره ويحميه من البرد والحر، هذا الفرض. لكن أن تفعل به كما فعل أبو ذر رضي الله عنه بغلامه فهذا فضل عظيم. ونبه النبي هنا صلى الله عليه وسلم على الفضل حتى لا يضيع الإنسان الفرض. لاحظوا كيف عبر النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى بالفضل حتى لا يضيع الإنسان الفرض، حتى لا يضيع الإنسان الفرض. فلو قلت لك مثلا اهتم بالسنن الرواتب، ستضيع الفرائض؟ ما تضيع الفرائض، ستهتم بالفرائض قبل النوافل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من يعني الأساليب العجيبة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نبهه على الفضل حتى لا يضيع الفرض. ولذلك أن يطعم الإنسان مملوكه مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس، لا شك بأن هذا غاية الكمال بالنسبة للتعامل مع المملوكين والأرقاء. ثم قال: ولا تعذبوا خلق الله. وسبق أنني وقفت مع هذا وقف في المجلس السابق، وقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الخلق هنا إلى الله عز وجل من باب التنبيه والتحذير والتهديد، وإلا الخلق خلق الله، العرش فما دونه خلق الله عز وجل. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، لكن أضافه هنا إلى الله عز وجل ليتنبه الظالم وليتنبه الذي تحدثه نفسه وتوسوس إليه في ظلم الضعفاء أن يحذر، فإن هذا الخلق هو خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك من العدل ومن الرحمة أن الإنسان يطعم العبد مما يأكل ويلبسه مما يلبس. نعم. قال: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال: لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حتى لا يفهم القارئ والناظر على أن إجلاس الخادم مع صاحب البيت على الطعام أمر واجب وحتم لازم. ولذلك بوب هذا الباب بصيغة الاستفهام، قال: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. الجواب نعم أو لا. الجواب نعم أو لا. والجواب نعم، لكن هل هو على سبيل الفرض؟ الجواب لا، يكون الجواب لا، لأن من الخدم من يخجل إذا جلس مع سيده على الطعام مثلا، يخجل ولا يأخذ قدر كفايته من الطعام، ولا يأخذ قدر كفايته من الطعام. وسبق أنني ذكرت بأن عدم إجلاس الخدم على المائدة من باب التكبر أو من باب العجب بالنفس هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. قال: ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه، فليناوله منه. إذا جاء أحدكم، يعني أحد الناس الذين لديهم خدم أرقى مماليك، بطعامه أضاف الطعام إليه،
أضاف الطعام إليه، قال بطعامه، لأنه هو الذي تولى الطعام، والذي أتى بالطعام هو السيد، لأن العبد لا مال له، فطبخ هذا الطعام وقام عليه وتولى حره وتولى شدته، قال فليجلسه. ظاهر اللفظ هنا الأمر، ظاهر اللفظ الأمر، والأمر يفيد الوجوب، لكنه مصروف إلى الاستحباب. لماذا؟ لأن هذا من جنس الآداب، من جملة الآداب، والقاعدة الشرعية أن الأوامر في باب الآداب على الاستحباب، هذه قاعدة مضطردة لكن لها مستثنيات على حسب سياق النص. قال فإن لم يقبل يعني الجلوس فليناوله منه. هذا الحديث مشتمل أيضا على فوائد، منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الضعفاء من الأرقة والمماليك والخدم. الأمر الثاني وصية النبي صلى الله عليه وسلم للناس بإحسان التعامل مع الضعفاء كالخدم والأرقة والمماليك، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. المسألة الثالثة أن يجب على المرء إذا كان لديه مماليك أو أرقة أو خدم أن يحسن إليهم، أن يحسن إليهم، ومن جملة الإحسان إليهم أنه إذا أتاك بالطعام الذي صنعه وقام عليه وتولى شؤونه أن تجلسه معك، أن تجلسه معك، وهذا لا شك بأنه من التواضع، لأنه جرت عادة النفس البشرية الأنفة والتكبر والإعجاب بالنفس والتمييز الطبقي، هذا موجود، يعني هذه الأخلاق كامنة في النفوس البشرية، كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبيك شرره عما في زناد، أبدا تجد هذا موجود. ولذلك الإنسان ينظر إلى هؤلاء الخدم والمماليك والأرقة على أنهم طبقة دونية، وأما هو فهو من الطبقة العليا، والإسلام ألغى هذه الطبقية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يروض هذا الخلق الملتهب في نفوس الأغنياء وفي نفوس الكبرى وفي نفوس علية القوم أو في نفوس أي شخص لديه مماليك وأرقة، أراد أن يطفئ هذه الجمرة الملتهبة بهذا العجب والكبر والتعالي. ومن جملة ذلك استعمال مثل هذه الأسباب، مثل هذه الأسباب، أنك تجلس الخادم معك على طعامك، فإذا أجلسته معك على طعامك تساويت أنت وإياه ورجعت إلى حقيقة أصلك، إلى حقيقة أصلك، وأن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، فلا فضل لك عليه، بل قد يكون هو أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله جل وعلا قل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المسألة الأخرى أن الخادم إذا أبى، وهذا هو الغالب، أن الخدم يأبون أو يرفضون الجلوس، وذلك لاعتبارات كثيرة، منها الخجل أو الحياء، أو يرى بأنه إذا جلس على الطعام مع سيدي أنه لا يأخذ حقه وحظه من هذا الطعام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بأن لا يرجع إلا بعد أن ناولته شيء. قال فإن لم يقبل يعني الجلوس فليناوله منه، يعني من الطعام نفسه، ناوله من هذا الطعام الذي طبخه وصنعه وأعده وقدمه لك منه، وذلك مكافأة له، وأيضا تشعره بأنك قدرت عمله، قدرت عمله. ذلك هذا العامل الذي يقوم بهذا الجهد وبهذا العمل هو عمل شاق، وصنع لك الطعام على هذا المستوى
من تقديرك إياه أن تطعمه إذا لم يجلس معك على الطعام. وسبق في مجلس سابق ذكرت بأن إما أن يناوله لقمة أو لقمتين على اعتبار ماذا؟ على اعتبار كمية الطعام. أحسن، تبارك الله فيك يا عبد الله، كمية الطعام. فإذا كان الطعام قليلا ناوله لقمة أو لقمتين، وإذا كان الطعام كثيرا وضع في يده، أعطاه صحن رز ولحم، قال تفضل، يأخذك كثير، يعني يتناسب مع كمية الطعام، يتناسب مع كمية الطعام. ثم ذكر حديث ابن أبي مليكة قال: قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. قال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكن نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر من حديث أبي محذورة. وأبو محذورة هذا الصحابي الجليل أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يؤذن في مكة، قد كان يؤذن في مكة. وأبو محذورة أسلم متأخرا، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته بالأذان فأعجبه، ثم ولاه الأذان في المسجد الحرام. ولذلك كان أبو محذورة كان من المؤذنين الذين يملكون أصواتا ندية غضة، حتى يقول القائل: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات لأبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. كانوا يتغنون بي، يعني يعجبون بأذانه. قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين والوزير الثاني للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمبشر الثاني بالجنة، وفضائل عمر كثيرة ومناقبه عديدة جاءت بها دواوين السنة. وعمر شخصية لا تخفى أبداً عند المسلمين وعند غير المسلمين، وذلك لما أجرى الله على يديه من العدل ومن الخير الذي انتفع به الأعداء قبل أهل الإسلام، انتفعوا بعدله وبخيره رضي الله عنه. جاء صفوان بن أمية، صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، ومن ممن أسلم أيضا متأخرا، قيل من مسلمة الفتح رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات قريش، وكان كريما رضي الله عنه. قال: جاء بجفنة، الجفنة هي القصعة، والقصعة هي الإناء الكبير الذي يوضع فيه الطعام الكثير، يحملها نفر في عباءة، يعني هذه القصعة يحملها أربعة في الغالب في عباءة في ثوب، يعني لأنه ما يستطيعون حملها هكذا. فوضعها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله، يعني لما وضعها بين يدي عمر أراد أن يكرم عمر رضي الله عنه، قدم له وجبة مثل ما يقول أو مناسبة. فماذا فعل عمر؟ ذهب ودعا مساكين الناس وأرقاء الأرقاء والمملوكين، دعاهم أن يشهدوا وأن يحضروا وأن يأكلوا مع عمر رضي الله عنه، فأكلوا معه. ثم قال عمر عند ذلك: فعل الله بقوم، أو لح الله قوما، يعني هذا الدعاء، قبح الله قوما أو لح الله قوما أو فعل الله بقوم أو شيء من هذا القبيل. وقيل بأن دعاء عمر غير مقصود، كما يعني ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تربت يداه، رغم أنفه، ثكلتك أمك يا معاذ. فقالوا بأن هذا يجري على هذه القاعدة، والله أعلم. لكن عمر هنا دعا، قال: لح الله قوما، يعني قبح الله هؤلاء القوم، يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معه. فهذا يدل على أن هناك أناس في عهد عمر لا يحبون أن يأكل معهم الضعفاء والأرقة والمساكين. فقال صفوان، وكأن صفوان فهم بأنه مقصود من هذا، والواقع بأن عمر لم يقصد صفوان رضي الله عنه، فصفوان كان كريما، والعرب لا تسود بخيلا، وكان مشهورا بالإنفاق والصدقة، لا
لأنه كان ذا مال. ثم بعد ذلك جرت عليه أمور، منها قال من جملة ما قال، قال أما والله يقسم ما نرغب عنهم، يعني ما نرغب عن أرقائنا وعن هؤلاء الضعفاء، ولكن وهذا اعتذار نستأثر عليهم، نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. فهو يعتذر في هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأثر فيه أيضا مجموعة مسائل وفوائد، منها فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمطلوب من كل طالب علم أن يقرأ في سيرة عمر بن الخطاب، يقرأ في فضائل عمر ومناقب عمر، وهي موجودة في الصحيحين والسنن، وهناك من صنف في مناقب عمر مصنفات خاصة. لابد للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يكون له اطلاع على سير هؤلاء الخلفاء الراشدين وغيرهم، لابد يكون له عناية وينظر في فقه عمر رضي الله عنه. فعمر أحد الأنجم المضية والدراري المشرقة في هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة الثانية فضل أيضا صفوان بن أمية بن خلف الجمحي رضي الله عنه، الذي كان كريما وكان رضي الله تعالى عنه يلاحظ الفقراء والمساكين والضعفاء وينفق عليهم. المسألة الثالثة جواز الاجتماع على الطعام الواحد، سواء كان ممن عناهم المكرم أو ممن لم يعنهم، إذا كان بأمر من أكرم، إذا كان بأمر من أكرم. فصفوان أتى بهذه القصعة أو بالجفنة لمن؟ لعمر بن الخطاب، حتى يأكل منها هو ومن معه. فقام عمر ودعا، دعا المساكين ودعا الأرقة والمماليك، لأن الطعام إذا ملك فلصاحبه أن يتصرف فيه كيف يشاء، فما دام أنه وضع بين يديه فقد ملكه، فله أن يتصرف فيه ما يشاء. المسألة الأخرى أن غالب الناس جرت العادة كما ذكرت قبل قليل الأنفة من الأكل مع الضعفاء والأرقة والعبيد والمماليك، فعمر كسر هذه القاعدة، وقد كسرها قبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل مع العبيد صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك دعا المساكين ودعا الأرقاء من أرقاء الناس. وهنا نلحظ بأن عمر لم يكتفي بمن عنده أو تحت ملكه، وإنما دعا أرقاء الناس، كل من سمع صوت عمر أو رسول عمر أتى وأكل مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الآخر أن من يأنف عن الأكل مع الأرقة والضعفاء والمساكين فلا خير فيه، لا خير فيه إلا يكون لسبب، إلا يكون هناك سبب، كأن يمتنع الرقيق أو العبد أو المملوك أو المسكين يمتنع أيضا أو يأبى، أو يأبى. ولذلك عمر رضي الله عنه كان متواضعا، فلم تمنعه أبهة الخلافة ولا علو المنزلة أن ينزل ويأكل مع الأرقة والمساكين رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه دائما يراقب نفسه ويحاسب نفسه، وهو القائل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كان عمر دائما يؤدب نفسه، لما ركب برذونا وأسرع به نزل وتركه، لأنه رأى في نفسه عجب، رأى في نفسه عجبا، فقال هذا شيطان تركه. وزارته الوفود مرة، وفود العرب زارته، فرأى من نفسه أنه أعجب بنفسه، رأى إعجابا بنفسه، فذهب فحمل قربتين على ظهره يسقي الماء لأهله. فقالوا له في ذلك يا أمير المؤمنين لو كلفت غيرك، لو كلفت غيرك. قال رأيت من نفسي شيء، يعني عجب، فأدب نفسه، أدب نفسه. هذه طريقة مهمة، أحيانا بعض الناس يعجب بنفسه، أدب نفسك، صلي ركعتين ولا
تصدق ولا اذهب وجالس الفقراء والمساكين، أو اصنع شيء خدمة عامة، خدمة عامة، ادخل إلى مراحل حمامات المسجد نظفها، كسر لشموخ هذه النفس المتعالية المنتفخة. بعض الأنفس تنتفخ لأي موقف، أهنها واكسرها بهذا الفعل وبهذا العمل. أيضا جواز الاعتذار، فصفوان ابن أمية رضي الله عنه اعتذر، والإنسان له أن يكشف الحق أو أن يدافع عن نفسه، أن يبين وجه الصواب وجه الحق في هذه المسألة، هذا كله مشروع. وخلاصة الأثر، خلاصة الأثر أن المسلم مطالب بأن يتواضع، يتواضع لله ويتواضع لخلق الله. نعم. قال: باب إذا نصح العبد لسيده. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حي قال: قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له أجران. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران، إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نصح العبد لسيده. إذا نصح العبد لسيده، والمقصود هنا أن الخطاب موجه إلى العبد، بعدما كان الخطاب موجها إلى السيد. وقد أورد المصنف رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث التي فيها أمر للأسياد وأمر لمن يملك أرقاء ومماليك بأن يحسنوا إليهم. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر ما يجب على العبد تجاه سيده، ما يجب على العبد الرقيق تجاه سيده، وجامع ذلك النصيحة، أن ينصح لسيده، هذا هو الجامع، أن ينصح لسيده، أن ينصح لسيده. والنصح للسيد أن يكون أمينا معه، فيحافظ على ماله ويحافظ على بيته ويحافظ على أسراره ويحافظ على كل ما هو مما يملكه السيد، مما يملكه السيد. قال في حديث عبد الله بن عمر: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين، فله أجره مرتين. قال: إذا نصح العبد، إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه، وأحسن عبادة ربه، إذا نصح لسيده كما ذكرت قبل قليل، والمقصود بالنصيحة هي إيصال النفع إلى السيد من كل وجه، من كل وجه.
قال وأحسن عبادة ربه، أحسن عبادة ربه، والمعنى أنه عبد ربه عبادة قائمة على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال تعالى ألا لله الدين الخالص، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية. والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بأن الشريعة أمرت بإحسان العمل لا بإكثاره، لأن ليس المقصود الإكثار من العمل، إنما المقصود إحسان العمل. قال تعالى أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أصوبه، أخلصه وأصوبه، قال أخلصه وأصوبه. فقيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن على سنة رسول الله فلا يقبل، وإذا كان صوابا على سنة رسول الله ولم يكن خالصا لله لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للمسلم أن ينظر إلى هذا الأمر، فليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بإحسان العمل، قد دلت على هذا نصوص كثيرة في القرآن والسنة. قال فله أجره مرتين، له أجره مرتين، وهذه مسألة مهمة، أن هناك من العبادات ما يؤجر عليه الإنسان مرتين، ما يؤجر عليه الإنسان مرتين. ولجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى رسالة سماها مطلع البدرين في من يؤتى أجره، في من يؤتون أجره مرتين، مطلع البدرين مطبوعة هذه الرسالة في من يؤتى أجره مرتين، ذكر فيها من خلال استقراء نصوص السنة النبوية ما يزيد على 30 نوعا من الذين يؤجرون مرتين. والحديث التي جمعها السيوطي كعادته رحمه الله تعالى منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو ضعيف. وقد دل على هذا القرآن، يقول الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا به مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. فدلت هذه الآية على أن أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين، متى؟ إذا آمنوا برسولهم وكان إيمانهم صادقاً مخلصاً فيه توحيد لله عز وجل، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سأذكر هذا بعد قليل. وهناك يعني عدد كبير ممن جاءت السنة بذكرهم على أنهم يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين. هنا قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين، فله أجره مرتين، والمقصود بأن العبد إذا أتى بهذين الفرضين على التمام فله أجره مرتين. الفرض الأول إحسان الطاعة والعبادة لله، والثاني إذا نصح لسيده، إذا نصح لسيده يعني قام على خدمة سيده ونصح له ولم يغش سيده في شيء، في أمر من الأمور، ما غش سيده في أمر من الأمور، وإنما نصح له، حافظ على ماله، حافظ على بيته، حافظ على أسرار بيته، نصح لسيده عموما. ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل الدين في النصيحة، كما عند مسلم قال الدين النصيحة، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ثم ذكر حديث صالح بن حي، قال قال رجل لعامر الشعبي، وعامر الشعبي من أئمة الحديث، يا أبا عمر إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، إن
الرجل إذا أعتق أم ولده، من هي أم الولد؟ هي الأمة التي استولدها سيدها، فإذا تسرى السيد بالأمة وحملت منه وولدت تكون أم ولد، وهذه لها أحكام في الفقه، لها أحكام في الفقه، ولذلك بمجرد موت سيدها تعتق، تعتق مباشرة ولا يجوز بيعها إلا على مذهب علي رضي الله عنه، وقد خالفه جمهور الصحابة، والمسألة مبحوثة في كتب الفروع. والذي يظهر والله أعلم أن الكلام هنا غير مستقيم، الكلام هنا غير مستقيم، نبه عليه الشيخ ناصر وجمع من أهل العلم، قالوا بأن الصواب إذا أعتق الرجل أمته، إذا أعتق الرجل أمته وليس أم ولده، وليس أم ولده، ولذلك يكون الكلام مستقيما إذا قلنا أن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها، يعني بعدما أعتقها تزوجها، قال كان كالراكب بدنته، الراكب بدنته، ما هي البدنة؟ البدنة هي المهداة إلى البيت الحرام في نسك، يعني مثلا حج متمتعا أو قارنا، فأهدى هذه البدنة، أهدى هذه البدنة أشعرها فهي للبيت الحرام، هل له أن يركبها؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز له أن يركب بدنته، لماذا؟ لأنه أهداها، أصبحت الآن الآن خرجت عن ملكه فهي لله، وأرسلها إلى الحرم، أرسلها إلى الحرم. القول الثاني قالوا نعم يجوز له أن يركبها، لما جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اركبها، أهدى ناقة في الحج، قال اركبها، قال إنها بدنة، يعني هدي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك، اركبها ويحك، فأخذوا بهذا القول، وهذه أيضا تبحث في كتب الفروع. فهنا حصل توهم عند الناس، كيف هذا الرجل الذي أعتق هذه الأمة ثم تزوجها، فكأنه تراجع في عتقه بعدما تزوجها، بعدما تزوج، مثل الراكب بدنته بعدما أهداها للحج، واضح المعنى؟ فالشعبي رحمه الله تعالى يعني أزاح وأزال ورفع هذا التوهم بقوله، يعني مفاد قوله بأن هذا محسن، هذا محسن، فهو أحسن إليها مرتين، أحسن إليها أولا بالعتق، وأحسن إليها ثانيا بالزواج، تزوجها يعني بعدما اعتقها تزوجها، ولذلك رفع هذا التوهم. فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر يعني الشعبي أعطيناكها بغير شيء، يعني أعطيناك هذا الحديث هدية يعني بغير شيء، يعني ما كلفناك مؤنة الرحلة في طلب هذا الحديث، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني الفائدة هذه كان الناس يركبون لأجل الحصول على هذه الفائدة، وأنت جاءتك مجاني من دون كلف. هذا الأثر مع هذا الحديث فيه مجموعة مسائل وفوائد، أولها جواز استشكال المسائل، وهذا أمر دلت عليه نصوص كثيرة، فعائشة رضي الله عنها استشكلت بعض الأحاديث وسألت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنفها ولم يتغيظ عليها ولم يغضب عليها، فقالت يا رسول الله تقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، استشكلت عائشة هذا الأمر،
كذلك الصحابة كانوا يستشكرون بعض المسائل فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الطلاب مع العلماء. فلا يجوز للعالم أن ينهر طالبا استشكل مسألة من المسائل إلا أن يغلب على ظن العالم أو طالب العلم بأن هذا الطالب متعنت مثلا، أو يريد أن يزري بين العلماء مثلا، يأتي هنا ويأتي هنا، له أن يؤدبه وأن يزجره مثلا، له ذلك. أما إذا كان على يعني البراءة فيشجعه على ذلك، لأن هذا فيه تنمية للملكة، تنمية للملكة، وجعل طالب العلم يتدبر ويفكر، هذا منهج كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن مسألة إهداء البدن، الراجح من قول أهل العلم جواز ركوبها للحاجة إذا احتاج إليه، ولكن هناك مذهب كما ذكرت أنه ماذا؟ قالوا بأنها لا تركب. أيضا هذا الأثر فيه القياس، فهؤلاء قاسوا مسألة الزواج من الأمة بعد عتقها على الراكب لبدنته في المنع، المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لهم أجران، والثلاثة هنا العدد لا مفهوم له، كما هي القاعدة التي دائما نذكرها أو غالبا نذكرها. وقد ذكرت لكم قبل قليل مصنف جلال الدين السيوطي، ما اسمه يا طلابنا؟ نسيته، ها؟ من دون ما تقرأوا لا تغشون، أيوة، مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. طيب كم ذكرنا العدد اللي ذكر السيوطي؟ يزيد على 30. إذن الثلاثة هنا يكون العدد غير مقصود، وهذه قاعدة أصولية دائما. سبعة يضلهم الله في ظله، ليسوا محصورين في السبعة. هذه قواعد العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وهي طريقة القرآن مثلا، تنتبهون لهذا. ثلاثة لهم أجران، إذن هناك ما يزيد على 30 أو يقرب من 30 على صحة الأحاديث وضعفها، لهم أجران. رجل من أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ الأمتين، اليهود والنصارى، لأن الله تعالى أنزل على أنبيائهم كتبا، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. آمن بنبيه يعني آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، أو آمن بموسى عليه الصلاة والسلام، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون إيمانه بعيسى على الحق. أما إذا كان آمن بموسى أو آمن بعيسى إيماناً فيه شرك، فهذا لا يؤتى أجره مرتين، وإنما يؤتى أجراً واحداً. أين هو الأجر؟ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكتب له أجر الإيمان السابق. لماذا؟ لأنه إيمان باطل. وقد استشكل العلماء مسألة اليهود مثلاً، آمن بنبيه وآمن بمحمد، ونحن عندنا قاعدة أهل الإسلام أن من آمن بنبي وجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء، وإذا كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. فهل اليهود آمنوا بعيسى؟ الجواب لا. ولذلك يكون على هذا القول بأنه لا يحصل اليهودي إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يحصل على أجره مرتين، لكن هذا مدفوع بعموم الحديث. ولذلك إذا آمن بهذا النبي على أنه نبي من عند الله، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ينال أجره مرتين. وهل هذا يشمل غير أهل الكتاب؟ الراجح من قول أهل العلم نعم. وأما التنبيه على أهل الكتاب فلأنهم أقرب إلينا من غيرهم. وقد يقول قائل وهل هناك طوائف من غير أهل الكتاب لهم أنبياء؟ نعم، وجد طوائف يزعمون بأن لهم أنبياء،
عموما من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. ثم قال هذا هو الشاهد والعبد، عفوا الشاهد هذا وما بعد أيضا، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. العبد المملوك، المملوك الذي هو رقيق، أدى حق الله بالفرائض، أدى حق الله التي هي الفرائض وانتهى عما نهى الله عنه وحق مواليه له أجران. أي عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. ثم قال ورجل كانت عنده أمة يطأها، وهذا يدلنا على صحة ما نبهنا عليه من أن لفظة أم ولد لا تستقيم مع هذه الرواية، وإنما هي أمة، أمة يطأها فأدبها وأحسن تأديبها، أدبها فأحسن تأديبها، وحسن التأديب يكون على أخلاق الإسلام، وعلمها فأحسن تعليمها، علمها أحكام الشرع والدين وأمور الدين والدنيا، ثم أعتقها، أعتقها فتزوجها فله أجران. أما الأجر الأول فعلى ما سبق من تأديبه وتعليمه إياها وصيانته لها، وأما الأجر الثاني فلزواجه منها، فلزواجه منها، فهو قد أتى إليها بحسنتين: الحسنة الأولى القيام عليها تأديبا وتعليما وصيانة، والحسنة الثانية أنه عفها بالزواج وحصنها بالزواج. الفائدة الأخرى، يجوز للعالم أن يعرف المتعلم قدر ما أفاده من العلم وما خصه فيه، وهذا لا شك بأنه يكون أدعى للحفظ، أدعى للحفظ. فأنت مثلا إذا قلت لطالب سألك: تدري هذه المسألة جلست فيها سنة أبحثها؟ سيهتم لهذه المسألة، لأنه إذا أجبته في مسألة اجتهادية وأعطيته إياها هكذا قطفها كما يقطف الإنسان الوردة ويمشي، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. ولذلك قد يحتاج العالم أن ينبه المتعلم إلى أهمية هذه المسألة، وإلى أنه ما حصلها إلا بعد جهد. لذلك عامر الشعبي يقول لصالح بن حي أو للرجل الذي جاء إليه، قال: أعطيناكها بغير شيء، بغير شيء، ما أخذنا منك دراهم ولا فلوس ولا أتعبناك ولا كلفناك، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. أقل من هذه المسألة كانوا يرحلون لأجل طلبها. ولذلك يعني مر علينا من مشايخنا من كان ينبه على مثل هذا، ينبه على، وبعض المشايخ كان يمتنع من إعطاء السائل الجواب حتى يهتم بهذه المسألة. ومن مشايخنا من جاءه أحد طلبة الدكتوراه وقال له، يعني سأل عن مسألة، قال: كيف أنا جيتك مسافر، مسافر لأجل هذه المسألة؟ قال: هذه المسألة من 50 سنة وأنا أبحث فيها، مسألة أصولية 50 سنة ما وصلت إليها إلا بشق الأنفس، تأخذها هكذا باردا بردة مثلا؟ وهذا حقيقة، يعني هو ليس بخل في العلم بقدر ما هو دفع لهذا الطالب أن يجتهد وأن يعمل. لأن الطالب إذا وجد كل شيء سهل أمامه ويسير أمامه يتساهل في طلب العلم ويترك، ربما يقول أكتفي بالسؤال. ولذلك يجوز للعالم أو طالب العلم أن ينبه المتعلم إلى قدر هذه المسألة وقيمة هذه المسألة حتى يتنبه لها. كم باقي على ذا؟ ما شاء الله 10. نعم. ها زين، اختلفتم. طيب، قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الفرض الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران. وهذا يدخل ضمن هذا المعنى الذي أشرت. قال: وعن عبد قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. هذا الحديث يجري أيضا ضمن هذا النسق، لكن فيه فائدة زائدة، وهي جواز نسبة
الملك إلى الإنسان حتى لو كان يملك إنساناً آخر. فالعبد والرقيق والمماليك هؤلاء يسمون ملك يمين سابقاً، الآن غير موجودين كما نبهت على هذا سابقاً في مجال السابق، الآن غير موجودين، لكن يجوز أن يضاف إلى الإنسان، يضاف إلى الإنسان ويقال هذا مملوك لهذا، هذا مملوك لهذا، وهذا ملك ناقص، ملك ناقص، ك يعني المال مثلا، أنت تملك المال لكن ملكك للمال ملك ناقص، ملك ناقص. أما الملك التام فهو لله عز وجل، والله تعالى هو مالك الملك وبيده الملك سبحانه وتعالى، ولكن هذا الملك مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أما ما يملكه الإنسان فهو ملك ناقص، فيقال هذا عبد فلان، هذا يملكه فلان على يعني من باب الإضافة، من باب الإضافة. نعم. قال: باب العبد راع. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع في مال على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب العبد راع. العبد راع، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أجمل النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث ثم بيّن قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل من ألفاظ العموم ومن صيغ العموم، ولذلك تعم كل أحد. ثم فصل النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن وأوضح وكشف، قال: فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. الأمير على الناس راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمعنى أن الله تعالى سيسأله يوم القيامة عن هذه الرعية، ولذلك جاء في الحديث: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع، سواء كانت الرعاية عامة أو خاصة، سواء كانت الولاية عامة أو خاصة. حتى إمام المسجد، إمام المسجد راع في مسجده وهو مسؤول عن رعيته. من هم رعية الإمام؟ جماعة المسجد، مسؤول أنت عنهم يوم القيامة، سيسألك الله عز وجل، سيسألك الله عز وجل. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، الزوجة راعية في بيت زوجها، وإن لم يذكرها هنا سيذكرها بعد أبواب، سيذكر الزوجة. كذلك الخدم والأرقة والمماليك، هؤلاء ما دام أن لهم تصرف فهم رعاة، ولذلك قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. ما قال الزوج هنا، قال الرجل، ولذلك الرجل هنا يشمل الزوج ويشمل الأب ويشمل الأب ويشمل الأخ، ولذلك قال: الرجل على أهل بيته، على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. فإن الله تعالى سيسأل الرجل عما استرعاه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: وهو مسؤول عن رعيته. قال: وعبد الرجل، وهذا هو الشاهد، عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال:
عبد الرجل رجل راع على مال سيده. خص المال هنا لماذا؟ لأن العبد في الغالب يتصرف في المال، والمال ليس المقصود فيه الدراهم والدنانير فقط، هذه من الأموال، ومن المال الطعام، الطعام مال، من المال الثياب القماش مال، من المال الأثاث هذا مال، من المال القدور اللي في المطبخ، هذه أموال، هذه أموال لها قيمة تقوم، ولذلك هو مسؤول عن رعيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العبد مكلف وأنه مسؤول، وأن الله تعالى سائله يوم القيامة عن مال سيده. فإذا كانت الشريعة نبهت الخادم في البيت على المحافظة على مال من يشتغل عنده ومن يعتمل في بيته، فبقية الأشياء من باب أولى. ثم ذكر حديث أبا هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، تقول عائشة: سمعت أبا هريرة يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. هذا الأثر طبعا ضعيف من جهة الإسناد، وذلك لوجود راو مجهول وهو عبد الله بن سعد، لكن الحديث فيه مسائل، منها أن العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله، وهذا يجب أن يكون مقيدا بماذا؟ بالمعروف، أحسنت، وذلك لقول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أطاع العبد سيده فقد أطاع الله عز وجل، وإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. إذن لابد أن يكون في ماذا؟ يكون في مقيد بطاعة الله. الله أكبر.
بسم الله. نعم. قال: باب من أحب أن يكون عبدا. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يكون عبدا، يعني إذا أحب الحر أن يكون عبدا مملوكا. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق ذكره والوقوف مع هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، فهو من ضمنة من يؤجر أو يأخذ أجره مرتين، يأخذ أجره مرتين. هذا الحديث انفعل معه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا، لأحببت أن أموت مملوكا. هذا الحديث فيه فوائد، وهذا الباب تحته فوائد. الفائدة الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يعمل بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، قدر الإمكان، وأن لا تمر عليه الأحاديث هكذا مرورا، بل عليه أن يتدبر فيها وأن يتأمل فيها وأن يعمل بمقتضاها، كما كان السلف الصالح الإمام أحمد رحمة الله عليه ما سمع بحديث إلا وعمل به رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث تفاعل معه وانفعل معه وصدر منه هذا الأمر. المسألة الثانية: جواز الإقسام بما أقسم به أبو هريرة رضي الله عنه من قول: والذي نفسي بيده. وقد كان هذا من قسم النبي صلى الله عليه وسلم، فمما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يقسم فيقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده. فيجوز للإنسان أن يقول: والذي نفسي بيده، والأنفس بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فيجوز القسم بهذا. المسألة الثالثة: جواز التمني، والتمني في واقع الأمر على ضربين، مشروع وممنوع. أما التمني الممنوع الذي ليس له ثمرة، أو أنه مجرد قتل للوقت في التفكير في أمور لا طائل تحتها، فهذا مذموم وممنوع. ولذلك يقول العلماء: الأماني رأس أموال المفاليس، الأماني. ولذلك تجد بعض الناس كما نبه ابن القيم رحمة الله عليه على هذا، يقضي وقت طويل في التفكير والخيالات التي لا طائل تحتها ولا لها رصيد من الواقع ولا ثمرة، وهكذا يتمنى ويمني النفس، هذا مذموم. أما التمني المحمود فهو ما حصل يعني مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، مثل ما قال عمر: أتمنى رجلا أو تمنى رجالا كأبي عبيدة يملؤون هذا البيت أو كذا. فكانوا يتمنون أشياء لها رصيد من الواقع وفيها حث وتحريك للنفس نحو الفضائل. ولذلك قال ولذلك تمنى أبو هريرة أن يكون عبدا مملوكا، ولما في الرق هذا من الفضل العظيم. ويكفي أنه يأتي ويكفي أنه يعطى أجره مرتين، يعطى أجره مرتين. المسألة الأخرى أن أبا هريرة رضي الله عنه فاضل بين المصالح، في مصالح فاضل بينه، فذهب إلى أن لو قال: لولا الجهاد في سبيل الله والحج، يعني حج النافلة، وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا،
أما الجهاد في سبيل الله فمعروف فضائله، يعني لا تخفى على عليكم فضائل الجهاد الشرعي، طبعا الجهاد الشرعي الذي له راية وخلف إمام، وليس الجهاد العبثي، لا الشرعي. قال لولا الجهاد في سبيل الله وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يظن بهم إلا أنهم على المنهاج القويم والطريق المستقيم. قال والحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، الركن الخامس، والحج يجب في العمر مرة واحدة. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يكثر من الحج رضي الله عنه، كان يكثر من الحج، فذهب إلى أن فرأى بأن الحج أفضل من كونه مملوكا. لماذا؟ لأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا يستطيع الحج، حتى قال كثير من أهل العلم بأن العبد لا حج عليه، لا يجب عليه الحج، ويقول لا تجب عليه صلاة الجماعة، وذكروا أشياء طبعا مبحوثة في كتب الفروع ليس هذا مجال التوسع فيها والاستطراد. والمقصود بأن الحج أفضل من الرق والعبودية، حتى ولو كان يؤتى أجره مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. فهذا كله يدل على ماذا؟ على فضل الحج وقيمة الحج عند الله سبحانه وتعالى. قال وبر أمي، وبر الأم واجب، وسبق في أول الكتاب وقفنا مع الأحاديث التي جاءت بوجوب بر الآباء والأمهات، ويعني أعتقد العهد قريب. قال لأحببت أن أموت مملوكا، يعني أموت في الرق والعبودية. لماذا؟ لأنه روى هذا الحديث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، له أجران. وهذا يدل على أن العبد إذا أدى حق الله وأدى حق مواليه، يعني أدى حق السيد، فإن الله تعالى يكتب له أجره مرتين. نعم. قال باب لا يقول عبدي. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتايا وفتاتي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي، يعني لا يقول الإنسان لعبده عبدي، لا يقول الإنسان لعبده عبدي. ولا يخفاكم بأن الخلق كلهم عبيد الله عز وجل، إما عبودية اضطرار وإما عبودية اختيار. قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض، هذه عبودية اضطرار، هذه عبودية اضطرار، عبودية قهر. كل خلق الله عبيد له. أما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإيمان الذين اعتنقوا الإسلام، هذه عبودية اختيار، هذه عبودية الاختيار. والإنسان كما أنه عبد اضطرار، كما أنه عبد من عبيد الله اضطرارا، يجب عليه أن يكون عبدا لله اختيارا، وذلك بالإيمان به وبتوحيده وبإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا عبادي من هم؟ أي عبودية؟ عبودية الاختيار. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال لا يقول عبدي، يعني ظاهر الحديث فيه النهي والمنع أن يقول السيد لعبده يا عبدي أو عبدي أو أمتي، وذلك حفاظاً لجناب الربوبية، لجناب الربوبية كما ذكرت قبل قليل
أن الخلق كلهم عبيد لله عز وجل، والشريعة جاءت بسد الذرائع وبحسم الطرق التي تخل بمقام الربوبية أو بجناب التوحيد، وهذه عليها أدلة كثيرة جدا، وقاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشريعة، لكنها وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. فلما كان الإنسان مطالبا بتعظيم الله عز وجل وجب عليه أن يحسم وأن يسد كل ما من شأنه أن يخل بمقام الربوبية. ولذلك لما سأل رجل لما سأل النبي رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا: لماذا تلقب بأبي الحكم؟ قال: لأن الناس إذا اختصموا اجتمعوا عندي وأحكم بينهم. فقال: ألك أولاد؟ قال: نعم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي جناب الربوبية ومقام الربوبية عظيما، فهذا قال كان يكنى بأبي الحكم لأنه يحكم، والله جل وعلا قل: إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، غضب وتغير، قال: قل ما شاء الله وحده. ومن جملة هذا لما كان الشخص إذا نادى عبده: يا عبدي، فهنا أضافه إليه، وهذا فيه إخلال بمقام الربوبية. فظاهر الحديث المنع والتحريم، لكن الذي يظهر أن فيه تفصيل، والتفصيل يكون في التالي: إذا وقع هذا الأمر على صيغة الندى، أسلوب الندى: يا عبدي يا أمتي، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، يعني ينادي عبده وأمته. ولذلك لا يجوز أن تقول لمملوكك أو رقيقك مثلا: يا عبيدي يا إمائي، أو على سبيل الإفراد: يا عبدي يا أمتي. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العباد كلهم عبيد لله عز وجل كما ذكرت قبل قليل. فهنا يحصل مشاكلة. الثاني: إذا وقع بصيغة الخبر، وهذا فيه تفصيل في الواقع كما ذكر أهل العلم. فإن قال هذا في حال غيبة العبد أو الأمة فلا حرج، يقول: عبدي فلان أمتي فلان، يخبر يقول: عبدي فلان أمتي فلان، هذا يظهر بأنه لا حرج. قد ورد في هذا آثار عن السلف الصالح رضي الله عنه. أما إذا قال هذا في حضرة العبد أو الأمة فهذا يرجع فيه إلى ما يترتب على ذلك من المفاسد إن وجدت، سواء على العبد أو على السيد، فيمنع إذا وجدت مفاسد، ويفتح ويباح إذا لم توجد مفاسد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي. والعلة ما هي؟ كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم من الممنوع إلى المشروع، وهو البديل أو هو الأصل أن تقول: غلامي، هذا غلامي، هذه جاريتي، هذا فتاي، هذه فتاتي. وهذا الحديث نخلص بهذه الفوائد: أولاً، لا يجوز أن ينادي السيد عبده بقول: يا عبدي، أو أمته بقول: يا أمتي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المسألة الثانية: أن النهي هنا عند أهل العلم يدور ما بين الكراهة والتحريم، فمن أهل العلم من ذهب إلى الكراهة على القاعدة أن النهي يفيد التحريم إلا إذا دلت قرينة، قالوا يعني هنا وردت بعض النصوص التي فيها ذكر العبد، لكن الذي يظهر أن القول الثاني هو الراجح إذا كان بأسلوب بصيغة الخطاب، بصيغة النداء، قال: يا عبدي، فهذا لا يجوز، وذلك محافظة على جناب الربوبية. المسألة الثالثة:
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان هناك بديل لبعض الأشياء المحرمة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينقلهم إلى هذا البديل المباح أو المشروع. وانظر إلى هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي، وهذا ليس فيه مشاكلة ولا اشتباه بما يعني نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج على طالب العلم المفتي، طالب العلم العالم المتصدر لتوجيه الناس، إذا منعهم من شيء ووجد له بديل صالح ينقلهم إلى هذا البديل، هذه البدائل تسمى، ينقلهم إلى ما هو مشروع أو إلى ما هو مباح. وهذا منهج علمي، ولا تترك الناس الآن. لذلك تجد بعض الناس يسأل سؤال فيقال له هذا لا يجوز أو محرم، ما يعني هذا ليس هو المنهج الشرعي أن تكتفي بهذا، لأنك جعلت هذا قد تجعله في ضيق وفي عسر وفي حيرة، فانقله إلى ما هو مشروع ومباح، لأن الشريعة أبداً ما تسد باب إلا وتفتح أبواب، ما تسد باب إلا وتفتح أبواب. وهذا من الفقه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نلتقيكم بعد الصلاة بحول الله.